كما شهدت العديد من ولايات الوطن هبات تضامنية مع ضحايا الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن، حيث تتم عملية جمع المساعدات من أدوية وألبسة وأفرشة لفائدة العائلات المتضررة. ومن جهتها، وزارة التضامن الوطني شكلت خلية أزمة لمتابعة ظروف التكفل بهذه العائلات وتوفير المستلزمات الضرورية لها، كما تم تصدير برنامج خاص من قبل اللجان المحلية بالولايات المتضررة لجمع المساعدات وتوزيعها على العائلات المتضررة، بالإضافة إلى برنامج خاص للتكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا وحشد كل الوسائل الضرورية للتكفل الأمثل بالعائلات المتضررة على مستوى الولايات التي مستها الحرائق.